48 ساعة القادمة سنقرأ البرج الرائع جدا من صاحب الصفات المميزة، من أهم صفاته لديه طاقة روحانية عالية جدا، قادر من خلالها توقع الأحداث القادمة وتنبؤ في خطر قبل حدوثه، وهو من أذكى الأبراج. أكيد بنحكي عن البرج المميز مولود برج الجوزاء. الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسون بالاشتراك، ومهم جدا أن يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت اسفل الفيديو صندوق الوصف، مرات بكتبه في التعليقات. بشكر كل أصدقائي على التعليقات الرائعة جدا بتقول إياها، بترفع عندي الطاقة الإيجابية. كل الحب والتقدير لكم من كل قلبي، عطيبة قلبكم وأصلكم الطيب. لنرى يا أصدقائي كيف الأحداث القادمة ستكون مع مولود برج الجوزاء. هنا بداية هذه الفترة نقاش حاد بينك وبين أحد أفراد العائلة ومن الدائرة الأولى، وخصوصا أنه هذا الشخص راح تكتشف أنه بشوه سمعتك أمام الأشخاص المقربين من حولك، وهو يستخدم معك أسلوب الإمذاكاء. كيف الإمذاكاء؟ يعني أمامك بيقول لك أنه حبيبك وصاحبك وأحسن الأشخاص إلك، بس بستنى تلف وجهك، ما راح تردد بغدرك وخيانتك، ويستخدم أسرارك كأسهم ويرمي بها، ما راح تردد انك تواجهه بشكل مباشر وتطرده من حياتك، لانه ما بيجيك منه غير الطاقة السلبية وايضا تخريب اعمالك وتشويه سمعتك. الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه. تتاح لكم ايضا بعض المكاسب المالية، تدخل كتعديل على امورك المالية، وخصوصا بالأعمال الإضافية والأعمال المشتركة خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه. حاول أنك تنهي الأعمال المتراكمة عليك بعملك الأساسي عشان ما تقع فخ المسؤولية أمام رؤسائك في العمل، وخصوصا هناك العديد من الزملاء اللي بينظروا إليك نظرة الغير والحسد وبيستنوك على غلطة عشان يشوهوا سمعتك. وصحيح أن صفحتك ناصعة البياض أقوى من مخططاتهم الفاشلة. احذر من علاقة قديمة كانت تربطك بشخص، هذا الشخص سيعود ويظهر بالساحة من أول وجديد، وهدفه أن يعيد الأمور إلى مجاريها مثل ما كانت في السابق. ولكن هذا الشخص راح يتعامل بأمور ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحرية والأعمال السفلية بهدف أذيتك، وأيضا يعمل لك جذب إله. الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه. حاول قدر المستطاع هذا الشخص بإذن الله تعالى ستأتيك رؤيتي وأنا بتحدث الآن، والأغلب هو من الأبراج المائية. لا ترجع لهذه العلاقة قد تدمر مستقبلك. أحب أعلمكم يا أصدقائي أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية، يتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو. وكل آخر شهر اللي بحالف الحظ هذه المرة ما يزال، إن شاء الله الفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون أحد الربحانين معي بهذه القراءة. أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو صندوق الوصف، مرات بكتبه في التعليقات. أما الأشخاص تروح معي قراءات خاصة، قراءة كشف كامل روحاني عاطفيا مهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى، ومليئة أيضا بالنصائح اللي بتدفع مصلحتك إلى الأمام. وإذا كان في موضوع معين أو مشكلة معينة أو تعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية بنتناقش فيها بشكل مباشر، وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل. دائما يا أصدقائي لكل داء بإذن الله تعالى الدواء الشافي. كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل.